كما ينضم إلينا الكاتب الصحفي بجريدة أخبار الخليج أستاذ هشام الزياني. أستاذ هشام، بعد التحية، من الصعب علينا كإعلاميين وصحفيين أن نفارق شخصية عظيمة كشخصية الفقيد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة، خصوصا وأن سموه رحمه الله كان أول الداعمين لحرية الصحافة والإعلام، كما أنه خصص جائزة باسم سموه لدعم الجسد الصحفي. برحيل سموه حتما ستفقد صحافتنا المحلية تصريحاته الوطنية والجامعة. أستاذ هشام، كيف تلقيتم خبر وفاة سموه وماذا تذكرون من مناقبه العظيمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نرفع تعازينا إلى جلالة الملك المفدى الملك حمد بن عيسى آل خليفة في وفاة الفقيد الغالي الأمير خليفة بن سلمان، ونرفع تعازينا أيضا إلى سمو ولي العهد رئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد حفظه الله ورعاه في فقيد البحرين الغالي، ونرفع تعازينا أيضا إلى أسرة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان، إلى الشيخ علي بن خليفة سمو الشيخ علي بن خليفة، وإلى سمو الشيخ سلمان بن خليفة، وإلى سمو الشيخ لولو بن خليفة. نرفع لهم تعازينا يعني في وفاة فقيد البحرين الغالي الأمير خليفة بن سلمان، اللي حقيقة فجع أهل البحرين بخبر وفاته، وكان يوم أمس يوم حزين على البحرين كلها، وهذا خبر يعني من الأخبار اللي يعني أصابت القلب يعني بالحزن الكبير. في الحقيقة يعني مناقب صاحب السمو الفقيد الغالي الأمير خليفة بن سلمان مع الصحافة ومع أهل البحرين كثيرة يعني، لكن يعني في كثير من الأحيان أنا أستذكر مواقف كثيرة يعني حدثت لنا مع سموه في تناوله واستجاباته إلى كل ما نكتبه حقيقة من مناشدات، سواء كانت إنسانية ولا كانت تخص العمل الوطني ولا تخص العمل الحكومي. كانت مناشدات من الصحافة في عمودنا، وكان الله يرحمه يستجيب في أسرع ما يمكن. يمكن في قضية إنسانية يعني أنا ما زلت أتذكرها، هي يمكن حدثت في 2007 أو في هالوقت تقريبا، كان في ذاك الوقت في صحيفة الوطن، حدث حادث لأسرة بحرينية في الخفجي، وكان توفى الأب والأم في الحادث، وانصابوا 4 بنات أكبرهم 16 سنة وأصغرهم 4 سنوات على ما أذكر، وجابهم الإسعاف وترقدوا في المستشفى العسكري، وكلمتني عمتهم قالت لي ترى حالتهم صعبة وما عندهم أحد. في الحقيقة كتبنا مناشدة حق سمو رئيس الوزراء الله يرحمه في ذاك الوقت، واستجاب في نفس اليوم وأصدر أمر في نفس اليوم بعلاجهم في الخارج. يعني أمهم وأبوهم توفوا في الحادث، ما عندهم أحد، وفي نفس الوقت يعني إصاباتهم أغلبهم بنات، وإصاباتهم في الوجه يحتاجون إلى عمليات تجميل إلى آخره، لأن الحادث كان بشع. حقيقة مواقف كثيرة أنا يعني ما أقدر يعني أختزل تاريخ خليفة بن سلمان الكبير والعظيم في كلمات نقولها اليوم في شخصه، لكن اللي أنا أقوله لك إنه يعني حب شعب البحرين لهذا الرجل حب عظيم، يعني كان قريب منهم جدا قريب منهم، يستجيب لطلباتهم. يعني ما تجد شخص يعني كتب يعني مناشدة لسموه في علاج ولا في مرض ولا في حدث لبيته حريق لا قدر الله إلا استجاب له في نفس اليوم يستجيب. كان متفاعل وقريب جدا مع قضايا أهل البلد، ما يتأخر عنهم أبد، يصدر أوامر في نفس اليوم، خاصة في القضايا الإنسانية والقضايا اللي فيها علاج ولا القضايا اللي فيها مرض، أو قضايا أحيانا تحدث يعني بعض البيوت بسبب الأمطار ولا شيء من هالقبيل، كان دائما سريع الاستجابة لأهل البحرين، ويقدم يعني توجيهاته للوزراء المعلمين بحل مشكلاتهم في أسرع ما يمكن. يعني أنا ما أستطيع أن أختزل يعني تاريخ عظيم مثل تاريخ خليفة بن سلمان، قامة وطنية كبيرة
يعني يشهد لها القاسي والداني في كلمات بسيطة. لكن أنا أقول إن اليوم إحنا في البحرين فقدنا قامة وطنية كبيرة. كان سموه رحمه الله يعني يثمن عاليا ويقدر كثيرا ما تقدمونه من خلال الصحافة المحلية أستاذ هشام أيضا، وكان متابعا دقيقا لما يجري ولما تنقلونه من هموم الناس، وكان دائما ما يستجيب وكان دائما ما يتجاوب ويتفاعل مع القضايا المحلية. رحم الله سمو الأمير. شكرا لك الكاتب الصحفي بجريدة أخبار الخليج الأستاذ هشام الزياني، شكرا جزيلا على هذه المداخلة.